شك طبعا مباراة منتخب مصر النهاردة كان كل الأمال بكل أمان إن احنا نشوف أداء أفضل، نتيجة أفضل. شفت المباراة على المستوى الفني زي كابتن عم. المباراة يعني المفروض احنا نقسمها كذا كذا، يعني نحللها في كذا اتجاه. أول حاجة النقاط المباراة أو نقطة المباراة اللي تخليك تتأهل، دي أهم حاجة طبعا. مصر يعني دي أهم حاجة للجهاز، ولازم برضو نبقى واخدين بالنا ان كل واحد بيفكر في اتجاه مختلف عن التاني خالص. تفكير الجهاز غير تفكير الجمهور غير تفكير المحللين، وكل واحد رأيه يحترم في الآخر بالنسبة لوظيفته. أنا وظيفتي كمدرب أنا بدور على حاجة معينة بشتغل عليها، في كذا جزء، جزء النتيجة، جزء الأداء، المدرب يعني في الجانب الأول والجانب الأخير وفي كل الجوانب إن هو يكسب وإن هو يصعد، الجمهور عايز ده بس عايز أداء كويس. فكل جزء ليه اتجاه شوية، ليه اتجاه شوية مختلف في التحليل. يعني المحللين كل واحد ليه رأيه، كل واحد ليه طريقته، وبس المهم انك تعرض، انك يعني تبقى متعارض مع الجهاز الفني، انك تقول رؤية. انا شايف ان ده الاهم دلوقتي، لان احنا في مجموعة الى حد ما مش هقول ضعيفة بس يعني متوسطة المستوى او اقل متوسط كمان، وكسبت فيها مباراتين وتعادلت 3 مباريات، فدي برضو بالنسبة للمجموعة حاجة مش ظريفة. فانت لازم تبدأ تبني اللي جاي. كابتن عادل، بس لما تيجي تتكلم على الفيجن او الرؤيه اللي بعد كده، وان احنا نركز في اللي بعد كده، لازم نقف عند الدروس المستفاده. يعني لو انا النهارده ما استفدتش من مباراه زي دي طبعاً، اكيد مش هيبقى فيه رؤيه ولا يعني هقدر ابص للمدى البعيد. بس انا قصدي معلش يا كابتن عادل، برضو انت لما بتتكلم على مجموعه فيها جزر القمر وبتتكلم على مجموعه فيها كينيا، توجو خلي بالك، توجو بالنسبه لي مفاجاه، كنت انا متوقع توجو افضل من كده، تبقى في المركز الثاني مثلا، طلعت اضعف الفرق. ما بنتكلم على مصر في هذه المجموعه، فاكيد انت بتتكلم على تاهل سهل، وكمان لازم تتكلم على اداء افضل، نتكلم كل امانه، وخاصه انك انت عندك قماشه واسعه من مجموعه من اللاعبين المحترفين المميزين، عندك مجموعه من لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه بيراميدز، دول يعني ده الهيكل الكبير، وبعض اللعيبه اذا كان من سموحه او من سيراميكا. خلينا نتكلم على الجزئيه اللي انت اتكلمت عليها، ان الكابتن حسام البدري ممكن كان يهمه في المباراه الصعود، وقد تم. لما نتكلم على وده من حق الجماهير انها تتكلم فيه، على الاداء، الاداء ما كانش مقنع، وكان اداء اعتقد اداء سيء جدا. ايه اسباب الاداء السيء ده من خلالك كمدرب واعد ان شاء الله وعندك رؤيه فنيه؟ اسبابه ايه؟ اسباب الاداء السيء، اول حاجه القيل والقال ما قبل المباراه، ودي حاجه نقطه كانت مفتوحه للجميع، وكان شايف ان كان الجهاز ده كان لازم يقفلها من بدري. كان يقفلها ازاي؟ انهي نقطه الاول؟ اول حاجه نقطه الشاره دي اترغى فيها كتير جدا. الاسماء من بدري، وانا شايف ان هي موضوع اخد اكبر من حجمه. صحيح. وكان لازم من بدري يبقى في رد قاطع من الجهاز، ومن بدري خالص، من اول بقى موضوع من اول من مشكله خالص من اول مشكله احمد فتحي ومحمد مزبوط. صلاح وده ما قللش من شان حد. انا عندي كل مدرب، خلينا نتفق ان كل مدرب ليه طريقه. في ناس، في مدرب بيجي بياخد بالادميه، وفي مدرب بيجي بيختار الشخصيه المناسبه لاداره الفريق، لاداره الفريق، ودي حق، ويبقى عينه جوه الفريق، مش عينه ان هو يعني هو ده اللي يعني عضو في الجهاز. فدي نقطة مهمة جدا لازم الجهاز الفني يدركها. عايز اقول حاجة؟ عايز اقول حاجة في النقطة دي، لأن ده ممكن يكون على مستوى الأندية. كابتن عادل، المنتخب بيتجمع فترات معينة من السنة لا تزيد عن 5 أيام، ويلعب مباراة أو مباراتين في المباراة أو في البطولات الكبيرة، بيتجمع 15 يوم. على مستوى الأندية بتختلف شوية زي ما أنت بتقول، لكن على مستوى المنتخب وحاجي لرأيك أنت الشخصي، أقدمية هي الأفضل؟ يعني انت لو متواجد على الرئاسه القياده الفنيه، هتاخد الاقدميه هي اللي تمشي، ولا هتاخد النجوميه والتاثير الاقوى؟ مش نجوميه ولكن في ليها كذا حسبه. اول حاجه حسبتي انا الشخصيه، ان انا الكابتن فعلا لازم يكون لعيب متواجد طول الوقت في المنتخب. تمام. لما تيجي نشوف مين اللعيب الاكثر تواجدا في المنتخب الفتره اللي فاتت او الفترات اللي فاتت كلها واكثر تاثيرا، هتلاقي ان محمد صلاح اكثر تاثيرا واكثر تواجدا، وهو اكثر واحد في الجيل اللي قبل ده هو اللي كان متواجد وكان ليه دور كبير مع المنتخب. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا ممكن يبقى عندي مشكله، يعني انا كنت شايف ان ما بين احمد فتحي ومحمد صلاح
ممكن تبقى فيه مشكله، لان احمد فتحي اكبر سنا من محمد صلاح وفي فرق وفي كم خبرات بينهم كبير، فلا ساعتها ممكن اقف، لا ممكن لازم اختار ادميه دلوقتي. أوكي. لكن لما نيجي تبقى احنا الثلاثه الفرق بيننا مباراه او فرق بيننا شوط او حاجه، مش ده الموضوع. صحيح. دي ساعتها بقى انا اقدر اقرر. انا شايف ان مين الاصلح دلوقتي، شايف الانسب للاستقرار. خد بالك برضو ان شرط الكابتنه طبعًا. دي بيبقى بتعمل جزء من الاستقرار النفسي للعيبه وجزء من الاستقرار عند الجمهور. طب ده رقم صحيح. واحد ان دي واحده من الامور اللي كان لازم كابتن حسام البدري يحسمها من بدري.